من 2 مليون لاجئ فلسطيني بالشرق الأوسط وبالأردن تحديدا. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن أول ما استلم أعاد هذا الدعم. إضافة إلى ذلك دونالد ترامب طلع باقتراح أو مشى بقضية أو مشى بطريقة لحل القضية الفلسطينية وهي صفقة القرن. صفقة القرن لقت رفض من الأردنيين ومن الفلسطينيين بنفس الاتجاه، لأنه هاي صفقة القرن كانت راح تلغي ما يسمى بحل الدولتين. حل الدولتين هو الحل اللي بتطالب فيه الدولة الأردنية أو بتطالب فيه الدولة الفلسطينية. وأكثر من مرة أكد جلالة الملك عبد الله إنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين. والرئيس الفلسطيني كمان كان يؤكد إنه حل الدولتين. فصفقة القرن اللي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاي الصفقة كانت بدها تلغي حل الدولتين. إضافة إلى ذلك الرئيس دونالد ترامب كان أمريكا تقدم مساعدات للأردن، قيمة هاي المساعدات كانت 1.2 مليار سنويا. فإدارة ترامب حتى تضغط على الأردن وعلى الموقف الأردني اقترحت إنهم يخففوا هذه أو يقللوا هذه المساعدات اللي بيقدموها للدولة الأردنية بنسبة 30% حتى إنهم يضغطوا على الموقف الأردني. حتى يعني معظم الناس مثلا اللي بتراقب السياسة الأردنية الخارجية بيعرفوا إنه جلالة الملك عبد الله من الناس اللي كان مرحب فيه جدا بالبيت الأبيض وكان يتردد بشكل كثير على البيت الأبيض. ولكن أول مرة من 2018 ل 2020 الملك ما يزورش البيت الأبيض ولا يروح على أمريكا كانت هي خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. وبالمناسبة ترى أول زعيم عربي أو أول ملك عربي تواصل مع الجو بايدن مهنئ له هو الملك الأردني الملك عبد الله الثاني. فبالتالي رجعت الديمقراطيين لسدة الحكم أو راحت الرئيس الأمريكي ترامب يعني يعتبر خبر سعيد للأردنيين نوعا ما، لأنه الديمقراطيين بتعاملوا مع الأردن بطريقة أكثر توازن، بتعاملوا مع المنطقة بطريقة أكثر توازن من الجمهوريين. وهذا بدل على الشخوص اللي عينوهم بالإدارة، وهسه إحنا راح نحكي عن الشخوص وآلية تفكيرهم وكيف بلدوا على منطقة أو كيف بنظروا على منطقة الشرق الأوسط. فالآن إدارة ترامب بعد ما اقترحت إنها تقلل المساعدات الأمريكية للأردن من 1.2 مليار نسبة 30%، إجا الرئيس بايدن الرئيس الجديد بايدن وقع قرار تنفيذي برفع هذه المساعدات لمليار و600 مليون. وهذا بدل على أنه راح يكون تغيير بالتوجه نحو الأردن ونحو الشرق الأوسط ونحو القضية الفلسطينية. طبعا مش تغيير جذري، يعني دعم إسرائيل أو حماية إسرائيل راح يكون موجود، الاتفاقيات والتطبيع اللي عملتها إسرائيل مع مجموعة من الدول العربية راح يدعموها الديمقراطيين. ولكن إحنا بنحكي بالنسبة للدولة الأردنية والدولة الفلسطينية بشكل مباشر إنه راح تكون الحدة اللي كان يتعامل فيها الجمهوريين راح تخف. الآن في بعض الشخوص رجحهم جو بايدن أو الإدارة الديمقراطية لمصانع صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية. أهم هذول الشخوص هو السفير الأمريكي السابق بالأردن اسمه ويليام بيرنز. هذا ويليام بيرنز رجعوه حاليا صار مدير المخابرات الأمريكية المركزية CIA. هذا الشخص له خبرة بالشرق الأوسط، بيعرف شخوص الشرق الأوسط، بيعرف الناس الموجودة بالشرق الأوسط وبيعرف جميع يعني التركيبة السياسية والتركيبة المجتمعية والاجتماعية بالشرق الأوسط، مطلع عليها بحكم أنه كان سفير بالأردن وكان سفير بمصر. فبالتالي يعني يختلف الوضع عن أيام دونالد ترامب. دونالد ترامب جاب نسيبه جاريد كوشنر بيعرفش إشي، وحتى الأشخاص اللي كانوا يجيبوا مستلفين ملف الشرق الأوسط ما كان عندهم اطلاع كبير أو اطلاع واسع بآلية الشرق الأوسط أو عمق مشكلة الشرق الأوسط، فكانوا يعتبروها أي مشكلة عادية بتقدر تنحل بين دولتين أو بين مجتمعين أو شيء. لا، فالناس والرجالات اللي إجت الآن على الرئاسة على الإدارة الأمريكية الديمقراطيين تختلف عن اللي كانوا بالجمهوريين. وفي شخصية ثانية بدنا نحكي عنها هي سامانثا باور. هاي سامانثا باور كانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة. طبعا هاي سامانثا باور ليبرالية يسارية، حتى هم بواشنطن بيحكوا عنها إنها مثالية. تمام، قد ما بتدعو إلى حقوق الإنسان والمساواة والعدالة، فهم بيعتبروها بواشنطن من الشخصيات المثالية. هاي سامانثا باور عينها جو بايدن الآن بمنصب منظمة اليو اس ايد. طبعا منظمة اليو اس ايد
هي أكبر منظمة أو هي والوجه الداعم للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي معظم دول العالم كله، كلهم بيكونوا عن طريق اليو اس ايد. فالآن سامانثا باور الآن عينوها مديرة لليو اس ايد. طبعا سامانثا باور كان لها موقف كبير بالنسبة للأحداث اللي صارت بمصر عام 2011 وبأحداث الربيع العربي. هي من الناس الحالمين اللي كانت تدعم التغيير بالعالم العربي، وكانت تتمنى انه تنزاح كل الدكتاتوريات بكل العالم. اوكي، حكي جميل وحكي حلو من ناس يعني يمكن من تفكير قد يكون جميل او تفكير قد يكون راقي، ولكن هل تطبيقه على الارض؟ وهل سامانثا هذه لما اجت تطبق كيف كان تطبيقها على الارض؟ هاي سامانثا باور كانت من المستشارين ايام ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما، وهي من الناس اللي دعمت بشدة انه تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك، حتى انه يمكن المعروف انه عام 2009 قام الرئيس الامريكي باراك اوباما بزيارة الى القاهرة، وبعديها بال 2010 بشهر 5 قاموا مصر انهم جددوا الاحكام العرفية. فكانت سامانثا باور هذيك الفترة ضغطت على الرئيس اوباما انه هذا الحكي ما بصير وضد مبادئنا وضد مبادئ امريكا وضد الديمقراطيه. فقد ما ضغطت على الرئيس الامريكي باراك اوباما عمل لجنه الرئيس الامريكي باراك اوباما، وهي كانت موجوده باللجنه حتى تدرس اثر ازاله الدكتاتوريات بالشرق الاوسط. ف عملوا اللجنه وعملوا دراسات. فالان لما صارت احداث ثوره يناير بال 2011، الكثير من التقليديين مثل جو بايدن الرئيس الحالي ووزيره الخارجيه الامريكيه الاسبق هيلاري كلينتون نصحوا الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما انه يدعم الرئيس المصري الى اخر لحظه، وانه حليف تقليدي وانه يدعمه الى اخر لحظه. ان في بعض الناس بالاداره الامريكيه كانوا انه يجب تنحي الرئيس مبارك، رئيس حسني مبارك، وانك تسمح للديمقراطيات او للعالم العربي انه يتنفس الديمقراطيه. دعاة هذا التوجه كانت سامانثا باور منهم، ومن الناس اللي ضغطت على باراك اوباما. باراك اوباما بالتالي يعني رد على المجموعه تبعت سامانثا باور والناس اللي فيها، وشجع الرئيس المصري حسني مبارك على التنحي، ومن الناس اللي يعني يوم حكى له يو هاف تو ليف. فالان بعد ما تنحى الرئيس المصري حسني مبارك اجى الرئيس محمد مرسي بعد احداث، فسامانثا باور هذه حتى انتقدت الرئيس محمد مرسي، بما انه الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا ولكنه قاعد بتحول الاجواء الديمقراطيه لمصلحته الشخصيه. صار الاحداث بمصر وعندها استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسه بمصر، وانتقدت كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالان اللي زي سامانثا باور ليش بحكوا لها حالمين بواشنطن؟ لانك يعني دائما بتنتقد الموجود، مش يعني زي اللي مش عارفه شو بدها، دائما بتنتقد الموجود، تعتقد انه العالم عالم مثالي، عالم حالم للديمقراطيات. احنا مش انه ضد الديمقراطيات ولا انه مع الدكتاتوريات، ولكن التحول من الدكتاتوريه الى الديمقراطيه لازم يكون بمراحل، ولازم يكون المجتمع مهيئ انه يتحول لهذه الديمقراطيه. اما انت اي يعني اي تغيير مفاجئ بتركيبه المجتمع راح تؤدي لنا احنا بالشرق الاوسط خصوصا الى الطائفيه، لانه احنا شعب يعني او احنا شعوب المنطقه العربيه مش متعودين على الديمقراطيه او ممارسات الديمقراطيه. فبالتالي ما بصير انك تفرضها بشكل مره واحده او بشكل مفاجئ. يعني هم بالعاده الناس اللي زي هذول بتطلعوا لاوروبا الشرقيه. اوروبا الشرقيه بس انفرضت فيها بعد انهيار جدار برلين وانفرضت فيها الديمقراطيه فزبطت معهم. احنا بالشرق الاوسط مجتمعاتنا تختلف عن مجتمعاتهم. احنا مجتمعاتنا عقائديه متدينه فيها عشائريه، يعني نظام الاسره ونظام المجتمع ونظام العشيره بعده موجود، احنا هيك بعده موجود. فبالتالي المناطق هذيك مش موجود فيها. فالديمقراطيه لا يعني انها ما بتزبطش لنا، بتزبط لنا بس مش انه بالسرعه اللي زبطت مع المجتمعات الثانيه. فسامانثا باور هذه، نرجع لسامانثا باور، فسامانثا باور هاي من الشخصيات اللي ساهمت ودفعت بشكل كبير انه تنحي الرئيس المصري حسني مبارك. طبعا ولحد الان اليو اس ايد دعمه ومساعداته لمصر بالنازل. يعني لحد الان هي بتعمل على تناقص هاي المساعدات. يعني اذا عملنا مثلا ميزانيه او موازنه، بال 2010 كان اليو اس ايد تقدم للدوله المصريه 270 مليون،
الآن اليو اس ايد بتقدم للدولة المصرية بس 120 مليون سنويا. بالتالي نهاية الحديث اللي بدنا نحكيه احنا انه التاريخ والأحداث السياسية الحالية الراهنة والشخوص الموجودة تؤيد وتؤدي إلى أنه راح يكون تغير كبير بالسياسة الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية. والكل معروف أنه الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المؤثرين بالسياسة الخارجية. فإحنا يعني بدنا نشوف هالأيام والسنوات القادمة شو راح يكون التأثير هذا، شو راح يكون التأثير على الأردن، على الشرق الأوسط، على جيراننا بالمنطقة. وإن شاء الله الله يجيب الخير للبلد وللمنطقة كلها ياتها. وشكرا لكم على الاستماع.